الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن فوائد الزنك لجسم الإنسان. ويا اخوانا، هي علبة اللي متوفرة في الصيدليات، هي العلبة اللي قدامكم دهيان، وسعرها 11 جنيه، فيها 20 كبسولة، ودي حبوب الزنك. وهكلمكم دلوقتي عن فوائد حبوب الزنك لجسم الإنسان ونقصها بيعمل ايه، ومين اللي ياخدوها ومين اللي ياخدوهاش. طبعا ده كله تحت إشراف طبي. الزنك، يعتبر الزنك نوع من أنواع المعادن التي يحتاجها الجسم نظرا لكونه ضروريا لإتمام العدد من المهام الحيوية لأعضاء الجسم، حيث يوجد الزنك في الجسد البالغ بمعدل 2.3 غرامات من الزنك. فالعضلات والعظام تحتوي في مخزونها على 90% من الزنك، وتتواجد أعلى نسبة تركيز للزنك في الجسم في السائل المنوي للرجل، وفي غدة البروستاتا، وفي العينين. يعني شفتوا متكون عند الرجل عند الأماكن المهمة. حبوب الزنك، عند حدوث نقص في مستويات الزنك في الجسم تبدأ مستويات الأنسولين بالجسم بالانخفاض، ويحدث تراجع في النمو وفقدان للشعر والشعور بالغثيان والإصابة بالإسهال وغيرها من الأعراض الأخرى. ويتم تشخيص نقص الزنك من خلال فحص الدم الذي يحدد مستوياته في الجسم. يقوم الطبيب المختص عنده بوصف مكملات غذائية من الزنك تعطى على شكل حبوب وبجرعات محدودة لتعويض النقص الموجود في الجسم. فوائد حبوب الزنك: يقوي الشعر ويزيد نموه، كما يمنع تقصفه وتساقطه، يعزز عمل جهاز المناعة فيعالج الإصابة بنزلات البرد والسعال، ولعلاج الربو والتهابات الأذن، يخلص البشرة من حب الشباب ويمنع ظهورها مجددا، كما أنه يؤخر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، يعالج هشاشة العظام وخصوصا لدى النساء اللواتي بلغن سن اليأس، يحد من أعراض علاج اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط فيحسنها قليلا، يفتح الشهية ويزيد من الوزن، ويعالج اضطرابات الأكل. وقد يعطى أحيانا للأطفال حديث الولادة بوزن منخفض جدا لزيادة وزنهن. يقي من الإصابة بقرحة المعدة، يدخل في صناعة بعض أنواع معجين الأسنان حيث يمنع تكلس الأسنان ويقي اللثة من الالتهابات، يسرع عملية الحروق، زيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد من حامض الفوليك الذي تتناوله السيدة خلال الحمل، ولهذا ينصح بتناوله بكميات معتدلة خلال الحمل، يعالج الأمراض الجلدية مثل الإصابة بالصدفية والأكزيما، يفيد في تحسين أعراض التهابات المفاصل وتخفيف حد الألام المصاحب لها، يقي من الإصابة باعتيام عدسة العين. يعني ما شاء الله إخوانا. أضرار حبوب الزنك، احنا قلنا بقى فوائده أضراره، يعني اللي يسمع دي يسمع دي إخوانا. يؤدي الإسراف في تناول حبوب الزنك وتناوله لفترات طويلة دون إشراف طبي إلى أضرار وخيمة ومشاكل صحية كبيرة، منها زيادة نسبة الزنك في الجسم يؤدي إلى تكوين الحصوات في الكلى ويزيد حجمها وآلامها. يسبب تناول حبوب الزنك بكميات أكثر من تلك التي يحتاجها الجسم إلى زيادة الضغط على الكلى، وبالتالي الإصابة بفشل كلوي. يؤدي الإفراط بتناول حبوب الزنك إلى الإحساس بالغثيان طول الوقت والرغبة الدائمة بالتقيؤ. تؤثر حبوب الزنك كثيرة على نسبة النحاس في الجسم يؤدي إلى انخفاضها. تضر حبوب الزنك عندما تكون زائدة عن الحاجة الجسم بنسبة السكر في الدم، حيث تؤدي إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص هرمون الأنسولين الضروري ليقوم الجسم بحرق السكر الزائد عن حاجته الموجودة في الدم، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية ذات تأثيرات وخيمة على مرضى السكر. دي يا اخوانا زي ما انتم ما شفتوا كده الزنك، وطبعا احنا بنقول طبعا
تحت إشراف طبي، علشان مش كل واحد زي التاني ومش كل واحد فاهم في الحاجات دي برضه يعني. فلازم المكملات الغذائية برضه نستشير فيها الأطباء أو صيدلي ماهر أو شاطر يعني، يبقى الواحد فاهم العند ما الواحد ياخد خبرة في الحاجات ده يعني. بس كده. لا تنسوا وصيتي لكم ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة القرآن الكريم يوميا على قدر ولو شيئا يسيرا يا اخوانا، لو صفحتين بس، الصفحتين الوجهتين في القرآن الكريم 5000 حسنة، ختمة الجزء الواحد 100,000 حسنة، ختمة القرآن الكريم كله 3,000,000 حسنة، هذا في حالة واحدة إذا تقبل الله عز وجل. وبعدين ما تنسوش إن أهل القرآن هم أهل الله وخصته، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن أهل القرآن هم أهل الله وخصته. بل ويكفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، عندما استشهد الصحابة رضي الله عنه بعضهم في الغزوة، فكان يسأل من أقرأهما لكتاب الله، فكانوا الصحابة بيقولوا له فلان وفلان يا رسول الله، فكان بيقدمهم في الدفن وفي الجنائز اللي هم يدفنوا، اللي هم أحفظ لكتاب الله عز وجل. فهذا دليل إن الأفضل في الأمة هو الذي يحفظ القرآن الكريم، والمرتبة التانية اللي بيقرأوا كتير. يعني أنت مش قادر تبقى من المرتبة الأولى تحفظه، خليك من المرتبة التانية اللي أنت تقرأه كل يوم. وطبعا اللي حفظه بيقرأه برضه كل يوم، بس مثلا إحنا واحد بينسى بسرعة مش عارف إيه، اقرأه كل يوم يعمل لك ورد منه، عشان حفظه يعني مش سهل، ولا ييسره الله عز وجل إلا للمتقين، جعلني الله وإياكم منهم. يعني ده كل اللي في الموضوع. ولا تنسوا أيضا قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هي سورة الملك، من قرأها كل يوم بعد صلاة العشاء أو قبل النوم لا يعذب في قبره بإذن الله أبدا. وحديث صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول لي يعني أنا يا عم أقرأها وأعمل بقى ذنوب ومعاصي وكبيرة، أقول لك لا، ما هو اللي بيقرأها كل يوم من الآيات اللي فيها وفيها عذاب نار جهنم والوعد الأخيرة والكلام ده، الإنسان بتدبرها وتلقائيا بيبعد عن الكبائر لوحده. يعني سبحان الله، هي سورة تبارك الذي بيده الملك تبعد الإنسان عن الكبائر لما بيقرأها كل يوم. الإيمان في الله عز وجل بيشعشع في قلبه وبيبقى كبير طبعا. وما تنسوش قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة، في نهاية كل صلاة يعني، لن يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. متنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.